رجعنا للفايرلينك شراين كما قلت اليوم باش نحاولوا نشوفوا اش فيها بالضبط. انا برشا حاجات باش نعملوهم فيها، ما يمكن الابيزود باش نخليها قصيره زاد على خاطر اذا كان كملنا من هنا ما نحبش نتعدى الاريا اللي من بعد، نحب نتعدى كان كي باش معناتها ناخذ وقتي فيها بالكامل، معناتها نخصص الابيزود كامله للاريا اللي باش نعملوها من بعد. هذا الام بي سي هذا بالضبط كيما سيد اللي شو اسمه هو الكريست فولن ووريور، تقريبا اسمه كريست فولن ووريور حاجه هكا باه تحكي معك العاده ذي عفتك فروخ تطيح المورال و الفازت هذوكم هما بيدهم، ولو انه الكويست متاعو مش كيما الاخر بالضبط، الاوبجيكتيف متاعو مش هو بيدو بالضبط. هذم تشوفوا ان فما كريسي كبار ولا خلينا نقولوا ثرونز، اما فما واحد شد بلاستو هنا تجم تحكي مع ام بي سي واحد اخر، هذا باش يولي لنا مهم بعد كي نزيدو نقدمو في اللعبه. توا هذا باش تحكي معاه على الحكايه تاع اللور وكل ما من بعد باش يولي مهم تنقول لكم علاش. فاير كيبر مازلنا ما حكيناش معاها هنا جايينها. حاجه الباهيه في دارك سولز الثالثه انك تنجم تبيع السولز، اوكي تنجم تبيعهم ما تبقاش تصرف فيهم بالبرشه ولا بالكعبه، تنجم تجيب الحاجه هذه ميرشنت، خلينا نقولوا ميرشنت تبيع كل شيء، تبيعهم السولز الكل هكاك، معناتها تبيعهم بنفس السوم، ماش باش بدلك معناتها العدد نتاع السولز اللي باش تاخذه، على خاطر انت لا دي بيعهم عندي من عم بي يعطي 3 سولز ما معنيش باش يقعد عندي، هذه زاده ما معنيش باش تقعد عندي مش نستعملها. المهم تنجم تشري من عندها حاجات اذا كنت تحب. شنو من الحاجات المهمة؟ عندها 3 كعبات امبر تنجم تاخذهم بعد بشويه كي بالي عندك برشا سولز، عندها شويه سبيلز، عندها ذوما ايتم تاع اونلاين، هذه باش تحط الساين نتاعك باش تعاون شكون، هذه تحصلوا من غير ما نحكي على فازات الاونلاين مش باش نستعملوها معنا. فما شويه اسلحه، فما لهالبرد هنا ردوا بالكم منها ماهيش باهي، ماهيش كيما في دارك سولز الاولى، دونك زيد تاخذوها ما تبيع حاصل حاجات تافهه شويه ولا خلينا خاطر في اول اللعبه زاد مازلنا، اما من بعد فما ام بي سيز اخرين يجيو الفاير لينك شراين يبيعوا لك حاجات اخرى من خير، والا هي بيتا تجيب لها اشز اللي تكبر في الحاجات اللي تبيعها. تذكروا حكينا على الاستس فلاسك، من ضمن حدا اندري خلينا نحكيوا على الاستس فلاسك، لقينا واحده زرقاء اللي هي نسيت شو اسمها، اسمها اشن استس فلاسك، هذه اسمها استس فلاسك كهو. هما في الاخر كونتينر معناتها باش تحط فيهم انت الفاير نتاعك والا الاشس اللي هما باش يعاونوك تريكفري للاف بي نتاعك، يعني تنجم تبدل بيناتهم تمشي. على فكره اندري هذا اندري من دارك سولز الاولى علاش ما الاخر قلت لكم سبويلر، تنجم تمشي لاندري تقول له هنا تنجم تقول له اقلب لي رينفورس هذه، طبعا نحكي عليها هذه، ممكن تنجم تبدل تحط قداش حاجتك. احنا طبعا اربعه الكل في الكل نحب نحطهم الكل، ما نستعملش انا الاف بي كي بدنا نلعب يعني كاركتر كيما هكا ديكس بيلد ولا كواليتي ولا سترينث، ماكش باش تستحقهم خاطر حتى الويبن ارت ماكش ديما باش تستعملهم، باش تستعملهم في حالات هذا اذا كان استعملته خاطر مش في الاسلحه كلهم يصلحوا. هذه هنا في سلاحنا يصلح على خاطر هذه ولا هذه خاصه ينجموا يكسروا الجارد نتاع حد كاسح، دونك في عوض تضرب بساقك اذا كان ما تكفيش تضرب بالضربه هذيك. في دارك سولز الثالثة ما تنجمش تعمل كندل للبونفاير، يعني الاسس فلاسك نتاعك راهم هذوكم هما تموت تحيه تموت فيهم تحيه فيهم، يعني تو عندنا اربعه هاتوا باش نوليو عندنا خمسه باش نوريكم فازا كيفاش نزيدو نقوي نكبروا فيهم، اما ذوكم هما ما تنجمش تعمل كندل للبونفاير. وفاز الهيومانيتي تبدلت زاده كما قلت، يعني يمكن اصعب شويه من دارك سولز الاولى خاطر الايزي مود في دارك سولز الاولى انك تعمل كندل للبونفاير وانك كتيح مونك كان عندك بزيد هيومانيتي تنجم تداويه، هنا تنجم تستعمل يمكن ميراكلز باش تداوي بيهم، اما باقي اصعب على خاطر في دارك سولز الاولى تنجم تستعملهم زاد. ناحيه دبش الكل قلم يلزمك الشجره هذه كي تطلع هنا شفتوا ساسا يعمل ضربه كتحس يحب يطلع فوق اكثر، وهنا ناحيه الدبش الكل باش نخف باش يولي الايكويب لود نتاعي صفر، هي تنجم تعملها عادي ما هنا تسهل اكثر. هنا في الاصل انت باش تجيك مرحله في اللعبه باش تاخذ المفتاح نتاع التور هذا وبعد تطلع لفوق وبعد تنقز من فوق باش تمشي للبلاصه هذه وتحل الشورت كات هذا وسلوم هذا تنجم تطيح الفازه. ما نحبش نسميها جليتش، ما نحب اكسبلويت اوكي
اما ماش باش تبدل حاجه كبيره في اللعبه. نحب نسهل عليكم اللعبه على خاطر ما نحبش نستعمل اكسبلويتس في العاده، لكن فروم سوفتوير في بالها بها وما باتشيتش خاطر الباتش نتاعها سهل على الاخر تنجم تعملها. دونك عملوها نتاع ميسيرج دبليو ليوزكم مادام في بالهم بها وقديمه الحكايه وما باتشيوهاش، معناتها مسموح بينا باش نستعملوها. اوكي اش بينك عملت انا الساعه اصلا نغلط في البطون ننقز بها. اوكي باش تاخذ شويه وقت تقريب الحكايه خاطر لازمك تدز تطلع في الشجره بالبه. طي عادي ديك ما خطفتش. تبا لك يا مغفل. اوكي دي غلطي انا نزلت وقت اللي انا مش في القبة. نعم بوك. اوكي ها سامحوني سامحوني كان ما قصيتهاش من بعد سامحوني. ها اي عاد اي عاد النهار راح الحمد لله على امك. باهي هذوكم هم ريد بون. فما لما حرك كريستال ليزرد القدامه مش باش نمشي له تو خاطر ما نستحقش يطيح لنا توينكلينج تايتانايت. ما نستحقش توينكلينج تايتانايت تو. اللي نستحقه اكثر هو الغراب. الغراب هذا في الاصل بلاستو الفوق مش لوتا. اما هنا اذا كان عندك بلاك فاير بومب طيح له كعبه بلاك فاير بومب. نقول لكم شو طيحوا له، طيحوا له كعبه هوم ريد بون، طيحوا له كعبه بومب عاديه. اوكي هذا ما هما اللي يجم يبدل لك بيهم. انا باش تبدلوا الهوم ريد بون باش تعطينا كعبه باش تعطينا فازه نعملوها وباش تعطينا هذه كول اوفر وباش تعطينا حكايه تحطوها في اليدين واللارج تايتانايت شارج هذيك جات من عند القنبله. اوكي هذو من الايرون بريسلت ولا شو اسمه جدهم هذوكم تنجم تحطهم في ديك تلبسهم. وهذيك استس شارد هذيك تو تهزها الاندري يزيدك استعمال اخر في الاستس فلاسك. وهذه حاجه اخرى تعاوننا بالباهي فما خاتم هنا اللي على فكره انا ذكرته في دارك سوزو لما هزيتوش في توم اوف ذا جاينت لكن تقريبا مش باش نرجع له في اخر اللعبه احنا هكا ولا هكا ما عادش نستحقوه برشا. هذا على خاطر يخليك تبصر باكثر سولز تقريبا يزيد لك 20% في السولز اللي تاخذهم. دونك يعاونك على الاخر خاصه من الاول تحب تعمل الليفل نتاعك وكل. اعطيني هذه هذه نرجع سلاحنا والشيلد نتاعنا. اوكي نرجعوا للفاير كيبر تو. مازلنا ما عملناش ليفل اب احنا لا محاله. لو اني نحب نعمل ليفل اب قبل ما نعمل الحاجه الاخرى على خاطر يمكن ياسر ناكل تريحه فيها. بالنسبه لاندري هزولو الاستيث شارد. كي تعمل رينفورس هنا تزيد لك طول في الاستيس فلاسك مش في الزرقاء معناها. لو كانوا اربعه كان نرتاح في البونفاير باش يوليو خمسه. بون هما ثلاثه تو كانوا ثلاثه خاطر احنا استعملنا كعبه. امام كي ترتاح اوكي رجعوا خمسه حاصل التوتال كان اربعه من الاخر. باهي هذه تو الفاير كيبر تنجم تحكي معها باش تعمل ليفل اب نتاعك. واللي نخمم انا تو كيفاش باش نبدا نقسم فيهم. اوكي فيتاليتي 15 مريقلة حتى باش تقعد مريقلة كيكا مدة به. انديورنس نتاعنا 12 نستحقو أكثر ستامينا أكيد. الباقي كل نحب نحطو ديكس 18 نحب نوصل ديكس 18. شوف مازلنا قبل ما نستحق 18 في ديكس نخليها 16 كهو الباقي يزيدو لل اتش بي تو. اوكي مريقلين هكا باهي. الحاجة اللي نحب نعملها تو ان شاء الله ان شاء الله نجم نعملها بصحيح انه السيد كاسح على الاخر. تذكروا الاوتشيغاتانا في دارك سولز الاولى خذيناه من عند المرشنت كي قتلناه. الاوتشيغاتانا في دارك سولز هنا تنجم تاخذه من تو نجم تاخذه من تو لكن قبل باش نكمل نكسبلوري. هذه تقريب هوم ريد بون. اي نعم هنا فما كلب حاشاكم وحاشا قدركم. البلاصه هذيك تنرجعوا لها من جنب لاخر لحظه. فما هنا امبر اوكي فما الكلب كالعادة جارد خليه يضربك ويعطيه الحس مكرزين على الاخر جدهم. قاعدة البارتي من غادي اللي هي فيها الاوتشيغاتان اللي حكينا عليه
وفيها الايتم هذا شيلد زبلة ما جاي حتى شيء، ما رد بالك تهز الشيلد هذا وما يفيق ويجي يهدوا عليك. شكرا. هناك كعبة أخرى امبر هنا. من بعد شيلد هذاك والله زايد باش نهزو، ماهيش باش نستحقو، ما باش نهزو على خاطرو ايتم هكاكا يبقى يجهر لك في عينيك تحب تهزو بسيف. بعدين نسيت شسمو هو ماستر درش من زح ولا نسيت شسمو ولا نسيت شسمو، اما اقتلوه في الحالات الكل اذا كان نجمتو. ردوا بالكم كاس حراوة الاوتشيكا، الاوتشيكاتانا تعرفوا اللي يعمل بليد دونك ينجم يضرك بالباهي، نجم يترشق لك دمك في اي لحظة، لكن اقتلوه على خاطر بعديك تنجموا تستدعوه كام بي سي يعاونك في البوس نتاع الاريا اللي باش نمشيو لها. اذا كان ما تقتلوهش ما تلقاهوش موجود غادي الساين نتاعو طيح لك اوتشيكا تانا وقطعتين ما جاو شيء حاسد. اوكي فشلت باش نباري. اذا كان تحب نوريكم ايزي مود كيفاش تقتلوه نجم نوريكم، اما حاولوا صان فرعوه قبل عادي تيلي عادي زح باريت وباري ولا اسمع ما دمو غادي ما دمو غادي ما تماش اي الزحل تونا شبيه تايمينج بتاعي متاكد. اه الشيلد بتاعي على خاطر ما يباريش شيلد صغير هنا يباريو خير برشا على فكره. نورمالمون ما ينجمش يداوي هو فتقني من بعضي. امشي عاد تعمل اي باراني قتلني شكرا. نسيت اللي جيت نقول لكم هو مزكي باراني باش كامل نحكي لكم عليه فاس وانا قعدت نتبول دراما نحب نباريه من قبيل نستاهلك هاو. شوفوا دوك نموت الامبر نتاعنا باش نحى ما عادش في امبر فورم احنا اوكي ذاك وقتاش تخسرها. شنو كنت نقول لكم الحاجه الباهيه في الاوتشيغاتانا ما قلنا فما الويبن ارت هنا في دارك سولز الثالثه. الحاجه الباهيه في الاوتشيغاتانا عنده كيما عندنا احنا يدخل في ستانس هكا واحده ضربه قويه والاخرى تباري به وهذاك علاش كيفاش هذاك علاش نجم يباريني هو اي الفوق تنحات هذه ساعات كي تبدا اللعبه مازالت ترندر خاصه في البلاي ستيشن تصير اكثر من البي سي على خاطر البي سي اخف كي تبدا اللعبه مازالت ترندر في الدنيا خاطر هي دارك سولز هذيك كيفاش تخدم ديما ترندر قد ما انت تقرب هذاك علاش هي معناتها دارك سولز الاولى تنجم تقريبا تدورها الكل وانت عملت شارجمون مره برك في اللودينغ هذاك من بعد تبدا انت قد ما تقرب قد ما هي وقت تبدا تلودي في الاريا اللي من بعد هذاك علاش احنا عملت اللودينغ نتاع الاريا هذه فيسا كي احنا جينا حابين نخرج هنا لقيناها فوق جيت دونك في الاصل ماهوش فوق جيت هذاك جوست اللعبه ما بلوكيتك باش تكمل تقدم حتى تكمل تلودي الاريا هذه ترندر الدنيا كل. باهي قلت لكم اوتشيغاتانا تاع هنا باش ناخذوه تنشوفوه الويبن ارت نتاعو اذا كان تحبوا تقتلوه بطريقه اسهل خلينا نجربها لحظه برك حبش المحل الابيزود هذه قصيره دونك حتى كي نقعد ناكل في تريحه وكا ضحكوا عليا وكا شو تنجم تعمل له السيد تنجم تجي من عاش مازال تخدم هي الفازه ولا لا تنجم تجي تركش هنا في الكوان هذا لا ما تديروش من غادي اوكي بلبستها شويه هنا تيح صحيت اوكي هي كانت اسهل هو نورمالمون يقعد في الكوان من فوق غادي عندي شد جارد على روحك هنا لو تيقعد حاس يعمل فيهم فازات الكل من بعد يطيح يمكن يعفص عليك شويه ويطيح يجي له تيموت اما راه تنجم تقتلو عادي اذا قبل انا مت على خاطر نتبول دراو بيقول قايل هو مات تو عطاني السولز نتاعو اما ندبشو كيفاش باش ناخذو فازات دارك سولز العاديه ريلودي اوكي كي تريلودي تفهم بعدك شيء تعاود تقول اوكي السيد هذا مات اما انت في نفس الوقت ما عندكش الايتمز نتاعو دونك تحطهم في بلاست وهي اللعب دونك توا باش نلقاوه وين واقفين احنا بالضبط تقريب وين تلقاه هو من الاول بكل تلقى كما قلت الاوتشيغا تانا ولبسته واحده متاع يدين واحده اي جلوفز وال تلبس هذيك في التشيست تشيست بيس. بالنسبه للاوتشيغا تانا
سلاح باهي. طلعت الدكستريتي نتاعي 16 على خاطر يستحق 16، والدكستريتي ما تنجمش تعوضها مش كيما سترينث. دونك شوفوا الموف سيت نتاعو هي بيدا نتاع دارك سولز الاولى، هذا الهيفي اتاك تنجم تشارجيه بالطبيعه. هناك تدخل في ستانس هذه، تدخل في الاي اي، اي اي هي اسمها هذيك الاي اي، هي اي ديما تترجع سيفكم بعد تضرب. كي تعمل ضربتك العاديه اللايت اتاك تعمل ضربه قويه هذيك اللي هو من قبيله يعمل فيها، لكن كي تعمل الهيفي اتاك تباري. نسن نجربو نقط الواحد. استنى طيب الو جا نلعب صديقي، نضربو بوني ما نقتلوش. لا بكري مشيت، يمشي عاد وحدة باهي بكري. من عاش باريهم هذوما من الاخر، اي الحمد لله عليك. من الاخر التايمينغ نتاعهم خايب على خاطر عندهم برشا انواع نتاع ضربات، وكل ضربة فيها تايمينغ وحدها. اما شفتوا بداس الحكاية باري هذي وقتاش نستعملها قبل في بي في بي، ما نلعبش برشا بي في بي، اما ساعات نفرقهم نبدل الجو فهمتني، تلقاني مش مشلق اللي انا العباد خاصة من الاول ما كانوش يعرفوا حكاية انك تنجم تباري بهذي، والا ساعات ما يحطش في مخك اللي انت باش تباريك، والا شنعمل انا؟ نعمل فيها ساعات نوب فهمت. فما شيلد منهم كي تنزل ال2 باش تباري ما يباريش، في بلاستي باري يدخلك طول في الستانس بتاع سلاحك، لو كانت تلقاني لابس الشيلد هذاك وهما مش شالقين. اوكي يقول لك ماهوش شد الاوتشيكاتانا ولا الكاتانا، حتى فما كاتانا اخرين من بعد عندهم نفس العمليه، يقول لك ماهوش شد وزيدين ماهوش باش يباريني فهمتني، وما يشلقش فاست شيلد اللي دوبا ننزل طول اللي يشد سلاحك معناتها يدخل في الستانس طول وينسى حكايه الشيلد انه يباري. تعملها لهم بون صعيبه باش تعملها ديما، يمكن في بي في بي اسهل شويه على خاطر انت تكون تعرف السلاحات وتعرف شنو هي الموف سيت نتاعهم، اما تختف ساعات. المهم باهي الحكايه، تنوع شويه على الباري العادي نتاعك. لا انا ما كنت جاي عليها راهو على فكره، ما كنت جاي كليك من نصله، كنت عندي ليفل واحد اخر نورمالمون تو نجم نزيدو، اللي هو باش نزيدو بيون برا غادي كاو ننساوها تو الفيجر نتاعنا، ننساوها المده باهي، ننساوها حتى نخرجوا من الاريا هذه بكلها. نرجعوا سلاحنا كملوا بستريت سورد على خاطر اسهل تنجم تسبامي بيه. فما كومبوات باهين على فكره خاطر هنا اللعبه اخف، لازم تعمل لايت هيفي في البي في بي زاد صح. في بي في بي فما برشا ما عادش نعرف نتكلم، في البي في بي فما برشا عباد يعرفوا انك انت تسبامي ويعرفوه الكومبو هذا فهمتني، الكومبو هذا يعرفوه عاد اش تولي تعمل ساعات، تولي تعمل ضربه اثنين تشارجيها وانت كي تشارجيها هو يباريك بعد ما يوفى الباري نتاعو تلقى روحك ضربته. اما زاد فما برشا عباد ولا تعرف اللي انت تنجم تشارجيها، دونك ولات فيها تشالنج الحكايه. هي المهم ما ماناش قاعدين هنا احنا نحكيو على البي في بي، احنا هنا البي في اي هو كل شيء. الابيزود هذه يزيه خاطر المره الجايه طول باش نمشي، وهنا ندخلوا في البونفاير خلينا نمشيو من تو. ديما نحب ستوريج بوكس نتاعي نظيف باش ما الاوتشي كاتانا مانيش باش نستعمله، على الاقل مش تو. دونك خبيه الشيلد هذا مش باش نستعمله، خبيه هذه مش باش نلبسها، خبيه هذو من الاثنين مش باش هذم الاثنين مش باش نلبسهم، خبيهم خلي الدنيا نظيفه. الخاتم هذاك الوحيد اللي عندنا، فما كلاسات اخرين يبداو عندهم اخواتهم راهو، اما احنا ما عندنا شيء، احنا عندنا خاطر ارمور باهي وشيلد باهي. دونك من هنا توا باش تبدا تعمل الترافل نتاعك. هذه بيرن اند ديد بورن شارد اللي هي من بعد ريتو كيما نلقاو فاير كيبر سول نهزوها لها باش تقوينا مش عدد الاستعمال تاع الاستس فلاسك، كما قداش داوينا الاستس فلاسك يعني نسبه الاتش بي اللي ترجعها. هنا كيف باش نلقاو حاجه اسمها انديد بون شارد نجيبوها نحرقوها في الفاير في البون فاير تاع فاير لينك شراينك، هو ما تنجمش تعملها في البون فاير الاخرين. كي تحرقها تقوي لك في تولي مع واحد مع اثنين وانت ماشي الاستس فلاسك، كما قلت في قداش تراجع اتش بي مش في العدد، العدد داك شفناه كيفاش، واللي تقريب العدد ماكس في اللعبه الكل توصل 15 من هنا لاخر اللعبه. اوكي تنجم تعمل ترافل بالطبيعه توا معنا، كان هذوما اللي فتناهم. هذه فاير لينك شراين بيد ديجا حاطت ايكون نتاع
نتاعنا احنا قاعدين قدام البونفاير هذيك، هذه اللي قبل البوس نتاع اللي قبل البوس اللي عملناه. والبوس هنا في دارك سوز الثالثه كل ما يموت يخلي في بلاصته بونفاير اخرى، دونك هذه نتاع البوس بيدو ولو انهم قراب لولانين. هذه مازلنا ما مشيلهاش، ما مشينا لهاش اللي هي هاي وول اوف لوثريك، دونك هذه باش تكون اول اريا عندنا في دارك سوز الثالثه. ننطلقوا معاه، نمشيو للبونفاير نتاعهم بعد نقفل الابيزود خاطر ملوم باش نبداو فيه. ما فهمتش انا هذه ما عجبتنيش في دارك سولز، في دارك سولز هذه معناتها تنجم تعمل فاست ترافل نتاعك فيسا البونفاير، فما برشا قرب لبعضهم على الاخر على فكره. كيما فما زاد ليفلز اللي مخدومين بصحيح، فما شويه تلبيز الحق، فما شويه تلبيز ما نعرفش علاش شنو هي معناها، شنو هي معناتها استعملنا بونفاير وصلنا لبلاصه. يمكن تفسيرها انك انت الترافل اللي انت عملته هذه تحسها كانت بونفاير، شفتوا ما نعرفش، فما سيف وفما بلاصه هذيك نورمالمون يحطوا فيها النار. يمكن اوكي قيدها اللي انت سافرت وصلت هنا من البيبان كل مسكره باهي، مانيش باش نقعدوا نفتيو في اللور، اي مانيش باش نقعدوا نعقدوا في الامور على روحنا. وصلنا هذاك المهم. البلاصه هذه تذكركم برشا يمكن باندد بيرغ او البلاصه في دارك سولز الاولى، ماشي هي بيدا بالضبط ما تذكركم برشا كيف كيف البلاصه الاولى في ديمن سولز زاد نفس ستيل كلهم، تحس روحك في قصر تحب تدخل القصر ولا حاجه هكا بني معناتها هكا نفس ستيل وكا. هذه هي البونفاير نتاعنا، نقفوا هنا نرتاحوا هنا خلينا نقولوا، والابيزود الجايه نبداو نكسبلوريو على روحنا. الى اللقاء شباب.